رقص وغنى في موسم الرياض 2023 يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. زمان علمونا ان لو في عزف في بيت جارنا يبقى نلغي الفرح اللي عندنا، ودلوقتي احتفالات موسم الرياض شغالة ولا كأن في اي حاجة بتحصل، ولا كأن في شعب بيعاني واطفال بتموت في غزة. واحتفالات موسم الرياض حضرها عدد كبير جدا من النجوم والفنانين زي كريستيانو رونالدو ومحمد حماقي ومحمد هنيدي وغيرهم كتير من النجوم، بالإضافة لحضور جماهير كبير جدا. وكل الاحتفالات دي بتتم بالتزامن مع الاجتياح الجوي والبري اللي بيعمله الكيان على غزة، ده غير الهدايا القيمة اللي تم توزيعها على النجوم اللي شاركوا في موسم الرياض زي الساعة اللي أخدها أحمد عز المرصعة بالألماس واللي بتقدر قيمتها ب 40 مليون جنيه. والحد هنا يكون الفيديو خلص، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.